مركز البستان بقع في بلدة سلوان، هو المقر اللي تحت خيمة الاعتصام في حي البستان. تقريبا صرنا سنة وثمانية أشهر مؤسسين المركز. المركز نشأ في حي البستان، الحي المهدد بالهدم، اللي هو عبارة عن 88 ل 94 بيت، بيقطن فيه 1500 ل 1600 نسمة. بلشنا بفكرة صغيرة إنه كنا نجيب خزانة على مستوى بسيط، كيف نخيط زي للدبكة أو للفوتبول. قدرنا نجيب خزانة نحط فيها كل يوم شاكل، كل تدريب بنحط فيها شاكل على مستوى المتطوعين، حتى نقدر بالآخر على الأقل نخيط زي الماء أو نقدر نعمل شيء. كان عندنا عدة فعاليات برا، وكان أخذنا الأولاد المجموعة اللي عندنا على الكاستل، أخذناهم على حيفا، كان عندنا أخذنا على الكاستل، سوينا فعالية بالكاستل إنه كيف إسرائيل قدرت تأخذ الكاستل، ولعبنا بال زي ما سميناهم جبناهم كرات من المي، جبنا عم بين سطول وهيك إنه كيف احتلونا وكيف قدروا على عبد القادر الحسيني وأخذوا الكاستل. لا إحنا نحن مركز بستان الثقافة، ما كان إنا حدا إنه ما كنا دائما مرميين يعني في الشارع، وما كان حدا يدير بالنا علينا. بعدين صار عندنا مركز ونحن بنحبه كثير، وبنروح بنعمل كشاف ودبكة، وكان دائما الشرطة يخوفونا. وبعدين صار عندنا مركز بستان الثقافي، صرنا دائما على مركز بستان الثقافي، ودائما بنحب نكون مركز بستان الثقافي. الأهل كانوا بدوروا، يعني الأطفال كانوا معظمهم بالشوارع أو ما في محل يروحوا عليه، فتقبل الأهالي كان كتير كبير وكتير منيح إنه لقوا مقر ولقوا مركز يبعث أولادهم عليه أو يعمل نشاطات ويقدم إشي للبلد. ثقة الأهل كانت كتير كبيرة، أو بالأول ممكن يكون في شوية خوف، بس بعدين لقوا إنه إحنا عن جد بنقدم وبنعطي للأولاد، وكان بيقضوا كثير وقت طويل، فثقة الأهل كل يوم بتزيد. حاليا عندنا كمان فريق ناشئين حي البستان، اللي هو معظمه أطفال معتقلين، هو معظمه أطفال بيوتهم معرضة للهدم. وحاليا احنا عمالنا منأسس لمجموعة كشفية أيضا تتبع لحي البستان، نطمح لإنشاء نادي كتاب بالفترة الجاي. قمنا بعمل مكتبة بسيطة نوعيا اللي احنا نحفز روح القراءة عند الأطفال. أقل طفل عندنا اليوم موجود تقريبا معتقل لثلاث لأربع مرات، وفي عندنا حالات وصلت ل 15 اعتقال. طبعا هذه الاحتلال الطرق هاي بيستخدمها معنا الاحتلال حتى احنا نخضع لأوامره ولقراراته الجائرة بحقنا. طبعا احنا هذا الأرض أرضنا، احنا راح نضلنا هون، احنا شباب اليوم جايين لنكمل المسير اللي بدوا فيها المخاتير تاعونا.